لو كانت مصر الفرعونية بتفتخر بأهرامتها، فعلى مصر الإسلامية أن تفتخر بمسجد ومدرسة السلطان حسن. في العصر الثامن الهجري بيقرر السلطان حسن بناء جامع ومدرسة وضريح ومستشفى في أرض سوق الخيل. وقتها كان مبني فيها قصر الأمير يلبغة اليحياوي، وأمر بهدم القصر وبناء الجامع. خليني أقولك إن الجامع مبني على مساحة 7906 متر مربع، طوله 150 متر وعرضه 68 متر بارتفاع 38 متر تقريبا، وبتكلفة وصلت وقتها ل 750 ألف دينار من الذهب. السلطان بدر الدين أبو المعالي الحسن بن ناصر بن قلاوون، وهو الابن الثامن للسلطان الناصر محمد بن قلاوون، مواليد 1334، حكم مصر مرتين، أولهم كان عنده 11 سنة تحت مجلس وصايا من الأمراء، والمرة الثانية وهو عنده 17 سنة تقريبا، وده بعد ما قضى 3 سنين في السجن. وأول حاجة عملها أنه ابتدى بناء مسجد سنة 1356 ميلاديا، وده بسبب مرض الطاعون اللي كان بيقتل يوميا 15 ألف مصري، على إيد أشطر مهندسين عصره اسمه محمد بن بيلك، واكتمل بناؤه سنة 1363 بعد مقتل السلطان حسن بسنتين في 18 ديسمبر سنة 1361 ميلاديا، وده على يد الأمير يلبغة بعد ما عمل عليه مؤامرة وقرر السلطان حسن الهروب، واتقبض عليه في بلبيس عشان يقتلوا الأمير يلبغة ويتفقد بعد كده جسمانه وما يبقاش ليه أثر تماما. ودين في ده من أهم الأماكن اللي موجودة هنا في مصر، في مصر القديمة والضرب الأحمر. الولا ده يعتبر هو باب المستشفى، اللي قدام ده بداية المدرسة، الساحة اللي كان بيتم فيها العلم، في أوض كمان للطلاب كانت موجودة هنا للناس اللي بتدرس أو بتيجي الجامعة هنا لطلب العلم، غير كمان إن الجامعة هنا ليه أربع أبواب للأربع مذاهب، كل إيوان من دول بقى ليه باب. الباب اللي موجود في الإيوان ده اللي كانوا اللي في المذهب نفسه بيخشوا من الباب بتاعه، يعني الحنفيه يخشوا من الباب اللي ورا ده، المالكيه يخشوا برده من الباب اللي هناك ده، الشافعيه يخشوا من الباب اللي هناك ده. المكان اللي ورايا ده كان مجموعه اوض كانت بتيجي هنا الطلاب عشان تقعد في المكان ده، خصوصا الطلاب اللي هم كانوا بيبقوا جايين بره القاهره او بعيد عن مكان الجامع، فهم طلبه علم، فكانوا بيوفروا لهم كل ادوات العلم هنا في المكان عشان يقدروا يتفقهوا في علم الحديث وفي الاملاء واللغه العربيه والتوحيد وقراءه القران. المكان هنا كان مناره علم للاسلام. التناسق والزخارف والأشكال اللي موجودة حواليك اللي بتدي طابع روحاني بيطبطب على نفسيتك أو بيغسل نفسيتك مش موجود في أي حتة في العالم ولا موجود في أي مكان تاني. دي المكان بتاع الوضوء أو الميضة اللي كانوا بتوضوه فيها. سلطان الناصر حسن كلف حوالي 750 ألف درهم، لدرجة أنه في وقت ما ما كانش عايز يكمل بناءه من كتر اللي صرفه عليه، بس لولا ان هو كان سلطان مصر فما كانش هينفع ان الشعب يقول عليه انه عمل حاجه وما كملش بناءها، كانت هتبقى زي ما تقول كده وصمه عار. خلينا اقول لك ان المبنى بيتوسطه صحن مفتوح محاط باربعه ايوانات، كل ايوان لكل مذهب، وكان اكبرها الايوان الخاص بالمذهب الحنفي اللي في اتجاه القبلة واللي فيه المحراب والمنبر. في كمان في وسط الصحن قبة اتبنت على 8 عواميد. 8 عواميد، ال8 عواميد دول بترمز إلى ملائكة عرش الرحمن. ملائكة عرش الرحمن 8، لذلك معظم العواميد اللي هتلاقيها هنا 8. خليني أقول لك إن غرفة الدفن أو الضريح فوقيها القبة، وتشاء الأقدار إن الضريح اللي كان هيدفن فيه يدفن مكانه أولاده الاتنين. هنخش على المكان اللي فيه الضريح، وده في حاجة بقى حلوة جدا، أي حد حافظ الأذان يخش يأذنه جوه. أنا مش هينفع أحكي لك، تعال أوريك وأسمعك، تفضلوا معايا. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.